الأيام اللي مضيتها بفاس كانت كتير حلوة، مليانة متعة ومليانة مغامرة، مليانة كتير أشياء اللي هي صارت بالنسبة لي راح تكون من أحلى ذكريات حياتي، وراح أتمنى دائما أنه أرجع لفاس. بعد سفر 10 ساعات قطار، المكان اللي أنا رايح عليه يستحق التعب. أنا وصلت لمراكش، المدينة الحمراء. بتسيرني بالمرة. بعد ما أنا استقريت بالرياض اللي أنا حجزته، راح تبلش جولتنا السياحية بمراكش. بداية جولتنا راح تكون من قصر الباهية. صرح تاريخي مغربي بشكل تحفة معمارية في غاية الروعة والأناقة. بتميز بتصاميمه العديدة والمختلفة وتمازج بين الحضارات الإسلامية والأندلسية والأوروبية، أبرزها الإيطالية والفرنسية. مساحة هذا القصر 22,000 متر مربع. بتكون قصر الباهية من عدة غرف وأقسام وقاعات كبيرة. طبعا بعد جولتي بمراكش وبالقصر نفسه بنصح الجميع يجي يزوره. وبعد ما خلصنا جولتنا بقصر الباهية راح ننتقل لمتحف مراكش. متحف مراكش اللي متواجد بالقرب من مدرسة بن يوسف الدينية ويعتبر من أهم المتاحف السياحية في مراكش. يعتبر المتحف من أجمل فنون العمارة التقليدية. داخل المتحف في فنون حديثة وفنون تقليدية مع الفنون المغربية، بالإضافة إلى كتب تاريخية وقطع فخارية وقطع نقدية مغربية قديمة. طبعا اللي بحب يزور هذا المتحف بتواجده في المغرب، المتحف متاح كل ايام الاسبوع من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 6:30 المغرب. الدخول للمتحف بشكل عام هو دخول مجاني، بس لما بيكون في موسم السياحة ممكن انك تحط مبلغ رمزي على اساس تفوت على المتحف. ومن هون بتبلش جولتنا الترفيهية الفوتوغرافية اللي مليانة كتير صور. بما انه المغرب معروفة ومراكش معروفة انه ممكن الواحد يطلع منها صور اللبس التقليدي، الشغلات التقليدية اللي موجودة هنا، خاصة بعض الاحيان كان في صعوبة لالتقاط الصور اللي انا عم بفكر فيها، وصلت لقناعة انه مش لازم اخذ ولا صورة بالقوة ومن غير موافقة صاحبها، كنت اوصل لنتائج اللي انا اكون راضي منها. عشان تشوفوا النتائج خليكم تابعوا الفيديو للآخر، بتستناكم مجموعة من الصور. أنا حاليا موجود بساحة جامع الفنا. ساحة جامع الفنا مشهورة جدا. طبعا بعد ما خلصت جولتي السياحية من هون راح تبلش جولتي الترفيهية. مشهورة بحلقاتها الترفيهية وحلقاتها الفنية والمسرحية والغنائية والموسيقية الموجودة هنا. هاي الساحة مليانة بالنهار ومليانة كمان بالليل. بالليل مليانة أكتر لأنه فيها فعاليات أكتر، في فقرات اللي هي موجودة هناك دايما.
أينوسا صديقتي كمان وأستاذ علال مرحبا بكم مرحبا مرة جاية إن شاء الله المغرب للأسف للأسف إجوا بآخر يوم أنا بروح بكرة بس برضو بالعكس اليوم السارة شكلها حلوة القعدة كمان مختلفة جدا تراثية للآخر اللي بيعرف ايش هاي الاكل المغربية يكتب لي تحت بالتعليقات طريقة صب الشاي المغربية التقليدية هيك وصلنا لآخر الفيديو. إذا عجبك الفيديو اعمل اشتراك حط لايك وفعل زر الجرس وخليك متابع للآخر لأنه في مجموعة صور عم تستناك.